تاريخ الاتفاقيه نفسه بتاع نوبل انرجي مع الحكومه الاسرائيليه، النوبل انرجي كانت واخده 75% والحكومه الاسرائيليه 25%، لان المنطقه اكستريملي هاي ريسك، هاي ريسك غير عادي طبعا. لكن بدليل حاجه ان لما نوبل انرجي عملت الاكتشافات ابتدت الحكومه الاسرائيليه تعيد التفاوض مع نوبل انرجي عشان تحسن شروط العقد، لان هم لما ادوا نوبل انرجي المنطقه ما كانش عندهم اي امل انهم يلاقوا غاز اصلا. الحاجه الفرق اللي حضرتك يعني حضرتك معلوماتك عن هذه الشركه تحديدا، لان هي مثيره للشك من وجهه نظري انا الشخصيه، يعني نوبل انرجي يعني بدات حياتها العمليه او تاريخها ابتدى من امتى؟ لا نوبل انرجي، بص حضرتك نوبل انرجي دي شركه حفر اصلا. واخد بال حضرتك؟ نوبل انرجي دي في الواقع شركه حفر، ولكن بما انها تملك اجهزه حفر ابتدت امتى يا فندم؟ اصل انا عندي معلومه يعني برضو عايز اسال حضرتك عليها، جايز تكون تعرف معلومه احسن مني. نوبل انرجي ابتدت سنه 1930 تقريبا، وكان اسمها شمدان انرجي او شمعدان انرجي، اذا هي شركه يهودي ودخلت هذا المجال مع بدايه تقريبا يعني اطماع اليهود في هذه المنطقه وتطويرهم لوجودهم في فلسطين، ولم تتحول الى نوبل انرجي الا من كام سنه، وقبل كده قبل ما تتحول بسنتين ويبقى اسمها نوبل انرجي وتخش في استثمارات بمليارات الدولارات، كان مجموعة عملياتها حوالي 30 مليون دولار في السنة. فالقفزة برضو اللي هي قفزتها بالنسبة لي غير مبررة أو غير مفهومة وتثير الشك والريبة مرة أخرى. فضل يا فندم. بس هو اللي أنا عايز أقول لحضرتك الموضوع لا فيه شك ولا فيه ريبة ولا حاجة. نوبل انرجي دي عشان شركة بتملك أجهزة حفر، بالنسبة لها التكلفة أفضل من أي حد تاني، ولذلك هو دخل في المياه اللي بنسميها احنا السوبر ألترا ديب، المياه العميقة جدا. وخد الكونسيشنز ده من اليهود بشروط ممتازة رائعة، ودي 75% في حالة النجاح. وابتدى ياخد ريسك ويحفر البير. الفارق اللي أنا عايز أقوله لحضرتك بصرف النظر عن تاريخ نوبل إنرجي أو غيره، الفارق الجوهري ما بين قصة شيل وبين قصة الاكتشافات الإسرائيلية والقبرصية هو في الخزان نفسه. شل زي ما الدكتور الاستاذ احمد عبد الحليم قال، وزي ما الزميل حسين قبل كده قال، شل اكتشفت لا يزيد عن 1 تريليون قدم مكعب غاز، دي حقيقه، ولكن اكتشفته فيما يسمى بنسميه احنا المايوسين، فابو ماضي، او في بنسميه في الميثينيا احنا في الجيولوجي. اللي حاصل في الاكتشافات الاسرائيليه يا جماعه ان اسرائيل اكتشفت الغاز ده في خزان اعمق واقدم من الخزان اللي اكتشفته شل، وده جه بعد شل، لان في الوقت اللي شل بتشتغل فيه كانت بتشتغل زي ما احنا بنشتغل في الدلتا في البحر الابيض بتاعنا من 30 40 سنه على خزان محدد اسمه ابو ماضي. عشان كده هو ده في دلتا، ده في دلتا نهر النيل. ايوه صحيح، ما احنا بنسمي ابو ماضي ده لغايه حدود يعني قبرص. هل ده مرتبط بحدودنا مع قبرص؟ حضرتك بتقول يعني كي جي 45 وال اي 51 الاثنين البئرين دول اللي حفرتهم شال دول موجودين في 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 البيس بتاع ابو ماضي؟ هاي التست اللي حاصل اصلا. بص حضرتك جاوبني ايوه ولا لا يا ريت. الاكتشاف ايوه بيه ايوه طبعا، الاكتشاف اللي حاصل في البلايوسين وفي ابو ماضي، مفيش حاجه في الروكس القديمه. واخد بس الاكتشافات الاسرائيليه جايه في فورميشن في طبقات اقدم، وهذا لم هو لم ما لم تفعله شيل. في الوقت الحالي احنا في المستقبل هنتعلم الدرس ده طبيعي، هنتعلم الدرس هنروح بعد كده نبتدي ندور على الخزان اللي اليهود اكتشفوه. الموضوع بسيط، ما يعني مش معقد ولا حاجه. لكن تصوراتك دكتور يسري، تصوراتك ان احنا يعني هذه المنطقه تحتمل وجود اكتشافات اخرى بنفس الحجم او اكبر او اصغر؟ بالقطع بالقطع طبعا احتمال وارد. ممكن نشوف خريطه. دكتور يسري دكتور يسري حسان بنشكرك على هذه المداخلة، شكرا خريطة جزيلا. خريطة نمد لو سمحت ثاني. ممكن نرجع. أيوة، وعلى فكرة الخريطة دي كويسة كمان. لحظة لا أيوة الخريطة دي هنا، دي خريطة طالعة من نوبل انرجي نفسها وبتحدد فيها ان ده المواقع النسبية ما بين ليفايثان الأحمر وجنبه أفروديت وجنبه تمار. المسافة بين الاثنين البحرية التركية قامت بقصفها في 2011 وقالت ان المسافة ما بين الاثنين 2 كيلومتر. تبص على الخريطة اللي هناك ديت عاملينها غير كده تماما. اكتر من 50 اكتر من 30 او 40 كيلومتر على حسب مقياس الرسم ده.
وثمار على بعد 3 كيلومتر من ليفايثن. فده بس حاجة احنا عرفناها من قرائن اخرى من البحرية التركية اللي بعده بعد، واكدتها البحرية الروسية لما بعت غواصاتها. خريطة اللي بعد كده لو سمحتوا يا جماعة كمان. لا نمد، نمد العكس، نرجع لامتياز نمد يا جماعة. لا 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 انتوا مشينا غلط. ايوه بس هنا انا هفترض تماما ان ما حدث انه ليس فيه اي تعدي على مياه مصر، بالرغم من ان المسافات اقرب الى دمياط، بس رغم كده فلنفترض ذلك. علامة زائد اللي انا بشير ليها هنا ديت على الطرف ده موقع ليفايثن وافروديت، يعني حتى بهذه الخريطة المعيوبة دي المسافة لا تتجاوز 5 كيلومتر او 10 كيلومتر. هل تم يعني نمد دي دخلت في حدود اي حد تاني؟ لا ايوه ده سؤال مهم جدا، بس انا عايز اسال حاجه. حتى لو افترضنا ان هذه الخريطه وهذه الحدود صحيحه، وانا لا اؤمن بذلك، انا لو انا مظبوط انا اروح تاني يوم، لو هم في اكتشافات عظيمه بالشكل ده انا اروح تاني يوم احفر جنبهم على طول في المياه اللي انا بقول انها بتاعتي. يعني ليه ما ابتديش احفر؟ العقل والمنطق يقول ان انا ابتدي احفر فورا لو سابوها بتاعتنا برضه هنا فورا. وبعدين حاجه تانية طبعا حضرتك، انا معترض على الكلام ده. خليني اكمل الاول. معترض على الكلام ده، خلي الاعتراض بعد شويه. انا مهنتي جيولوجي. لما انا هقول لحضرتك انا ما اقدرش ابقى يعني الكلام ده غير قابل لان الواحد يسمعه. احفر هنا ايه؟ احفر هنا ايوه احفر هنا ازاي؟ ما انت حضرتك قلت قبل كده من سوريا لغايه تونس، هي ايه الحكايه؟ ايه اللي من سوريا لتونس دي؟ ما كانش حد غلب. انا كنت اعرف بس ان في كمان مناطق متنازع عليها، او في مناطق اسرائيل ممكن تعملها. صحيح صحيح. احنا يعني انا اوقات احنا بنتحامل اوقات ونقول ان المشكله كلها في شل، ولكن اوقات برضه احنا يعني الموضوعيه تقتضي مننا ان احنا نقول شل اخذت امتياز نمت سنه 1999، جت في 2003 مصر رسمت حدودها في ظروف مريبه جدا مع قبرص، وكانت اتفاقيه مليئه بالاخطاء ومشينا. بس يخلص هو حضرتك برضه بقى ظروف مريبه لان الحقائق والمستندات بتاعت وزاره الخارجيه بتقول غير كده. احمد فتح الله اللي رسم بنفسه. انا ما اعرفش مين احمد فتح الله ده، رئيس الاداره القانونيه في وزاره الخارجيه المصريه. حضرتك معترض فنفهم الموضوع مش بس ازاي عشان المشاهدين دلوقتي هيبقوا مضللين في وقتها. لازم نقول الكلام ده مش مظبوط. دكتور نايل بيوضح هو جاب المعلومه ازاي وحضرتك ما عرفش احمد فتح الله ده مين. طب هو هيقول الشؤون القانونيه، وحاليا هو سفير جامعه الدول العربيه. اتطلعوا على التليفون. ده كان رئيس اللجنه اللي قامت بترسيم الحدود يا فندم، بس مع قبرص. بس ترسيم الحدود بقى انا ممكن اطلعه لك دلوقتي من عندي. طب ما هو غلط يا فندم. يعني ايه غلط؟ ازاي غلط؟ يعني وزاره الخارجيه هشرح لحضرتك دلوقتي. هات لنا الخريطه بس لو سمحت من فضلك. الخريطه تانية يا جماعه لو سمحت. فشل اخذت الامتياز سنه 99، في 2003 فوجئوا انهم فقدوا حوالي 15% من هذا الامتياز بسبب الترسيم اللي تم مع قبرص. وبعدين في 2010 تاني بسبب الترسيم اللي تم بين قبرص واسرائيل فقدوا تقريبا حوالي كمان 15 ل 20%. طب احنا عندنا الفقره الاخيره في اتفاقيه ترسيم الحدود بيننا وبين قبرص تنص وتسمح لنا بالغاء هذه الاتفاقيه لو قبرص رسمت مع اسرائيل بدون الرجوع لنا، وهذا ما حدث. القبرصيين يا فندم في صحافتهم حتى لما بيتكلموا على النقطه دي. ايوه النقطه دي انا مش شايفها طبعا، انا عارفها كده بالشكل. ايوه شايف دي النقطه دي من هنا كده، ده عليها اكس بلوك 8 دي اكس مش كده؟ ايوه دي من هنا لهنا، دي هتلاقي حضرتك برضو عليها النقط اللي هي رسمناها مع قبرص. ومن هنا دي دي النقط اللي رسمتها اسرائيل مع قبرص الخط ده. بس احنا في ترسيم الحدود مع قبرص ما كناش عاملين حسابنا يمنا في ايه. هقول لحضرتك على حاجه، في مشكله خطيره ما حدش بيبص لها والدكتور نايل ما بصلهاش. انا اعتقد احنا ما بنرسمش مع اسرائيل لان ما عندناش حدود مشتركه، حدود بحريه مشتركه مع اسرائيل. احنا حدودنا البحريه المشتركه مع فلسطين. ازاي اروح ارسم مع اسرائيل؟ يعني احنا هنتغاضى عن الامر الواقع
واحنا مش عارفين فلسطين هتبتدي فين وهتنتهي فين أهل. وهسيب اسرائيل ترتع في كل المساحه دي على اساس لما تبقى دوله فلسطين تعلن ابقى ادور على حقي هناك؟ بقول لحضرتك على حاجه، انا بسال بس يا فندم، يعني انا هقول لحضرتك، ما هو اجاب على سؤال حضرتك. الخط ده اللي هو من هنا لغايه رفح ده خط مصري 100% احنا اللي رسمينه حسب القانون الدولي وقبل الحاجات دي كلها ما تحصل. مين اللي رسم الحقيقه الموضوع؟ حسب القانون الدولي الكلام ده مش مظبوط، لانه الخط البري في قاعده ثابته في القانون الدولي بيقول ان لو الخط الحدود البريه خط مستقيم فان الحدود البحريه يجب ان تكون امتداد لهذا الخط المستقيم، اسمه برنسبل ناتشرال برولونجيشن. احنا للاسف دكتور حضرتك على حاجه، وقتنا خلص يا فندم وهيقطع علينا، فانا بتمنى بس يبقى عندي وقت ان انا اشكر سعادتك الأستاذ أحمد عبد الحليم رئيس الأسبق لهيئة التسرع المدني. أنا صناعي يا مش لا دكتور ولا خبير إعلامي ولا حاجة خالص. وبشكر برضه الدكتور نايل الشافعي، الموضوع كبير جدا وكتير جدا، وكان نفسنا إن احنا يعني عايزين ثلاث أربع ساعات عشان نتكلم فيه ونشرحه بمنتهى الهدوء والموضوعية عشان نوصل لما فيه فعلا مصلحة هذا البلد. أشكركم، وغدا حلقة أخرى من اتجاهات.